وانا مروح في ثنية حليت الراديو ونلوج على موزيكة تونسني. ياخي جبت حكاية الحرقة وسمعت وانه فما 4077 تونسي حرقوا، كبار صغار رجال نساء، وفما حتى عائلات وقطات وباز راهو فما حيوانات اخرين. اوي اوي لا يا ولدي، هذه نوات ماهيش ناشيونال جيوغرافيك. البحر صعيب والطبيعه مخترة، اما الحراقه توانسه لا يهمهم لا في ريح لا في مطر لا في نو لا في حريق. لم كنتي فما مخلوقات اخرين يمثلوا خطر اكبر عليهم. جات وزيرة الداخلية الطليانية لوتشيانا لامورغيزي، هي ترخف وزميلها لويجي دي ماري وزير الخارجية يكبس. هي قابلت الرئيس وتحكي بلغة دبلوماسية، وهو يهدد في تونس بقصان المساعدات. زعما جود كوب باد كوب، انا باش نمشي في حسن النية يا سيدي. نقولوا وانه رئيسنا قيس سعيد اخذي بالخاطر وهبط لصفاقس والمهدية باش يتفقد جاهزية الحرس البحري ويحكي معاهم في الموضوع. اما الطليان متهناوش وعاودوا رجعوا تونس. والمرة ذي ما جاتش وزيرة الداخلية الطليانية اكاهو، اما جا زادا وزير الخارجية اللي سيدي جا هددنا وجابوا معاهم تعزيزات اللي هما اعضاء من المفوضية الاوروبية. الشلة هذه حاولت تلقى بيس وحكاوا لغة حليف استراتيجي وعلاقات دبلوماسية، صليوا على النبي يا جماعة غير القونا حل في الحرقة. نلقاولكم حل تي نحنا ما عملنا حكومة إلا بالسيف، تي حتى نلقاو حل ما بين الرئيس وشيخ مون بليزير، وإلا نلقاو حل في مشاكلنا الأخرين، تي حتى في قصان الماء. حسيلو ما تبدل شيء، الحديث الكل نفخ فيه الريح والنو كمل هز البريمة وفلايك الحرقة كملت ثنيتها وجوها فتفت. بعد شهر رئيس بلدية لامبيدوزا يبعث رسالة لقيس سعيد ويهدد ويقول وإنه هو اللي باش يحرق ويجيل تونس. تلمو العدد بتاع التوانسة اللي خلطوا للجزيرة كبير وماشي ويزيد. هاو عمك توتو مارشيلو باش يعول بالبسيسة والشوكوتوم ودعوات العزوزة وينده. قريب 5000 تونسي حرقوا بين وزراء وحكومات، محادثات ومفاوضات، تهديد والحرس جاب الكرتوش والحديد. اما علاش في الشهرين اللي فاتوا بالذات؟ خلينا نركز ونربطوا الخيوط باش نفهموا شنو هي صاير. وعلى ذاك برا جيب شربك وإجا خلي نفركوا الرمانة. ما يخفيش عليكم وانه حالتنا قبل الكورونا سيدي جاء متعبة اصل، ومانيش نحكيو سياسيين واجتماعيين اكاهو، اما حتى اقتصاديا. شركات الدولة قاعدة تخسر كل عام، العملة متاعنا طايحة ومتكربسة، والفساد ينخر في كل بلاصة وسد نقبة تلقى ميزة. وفوقهم عنا 650 الف بطال، منهم 60 الف كملوا قرايتهم في الفاك وخرجوا ملقاوش خدم. مع الكورونا تسكرت معامل وشركات ومطارات وحدود، سكرنا على رواحنا 3 شهور. بعد ما خرجنا من الحجر الصحي زاد القطاع الخاص وشركات صغيرة دقدقت، وبرشا ناس خسرت خدم متاحة. مع دخول الصيف نلقاو رواحنا مع الناس سيزون تاع توريزم، والنتيجة وانه الاقتصاد رخ ونسبة البطالة طلعت وزادوا 230 الف بطال فوق ال 650 الف اللي قلنا عليهم. ما تستحقونيش انا باش نقولكم وانه الفقر والبطالة هما من الاسباب الاولانيين اللي خليوا العباد تحرق وتشق ثنية البحر. اما خلينا نزيد ونوضح التصويرة، في تونس عندنا 1,700,000 تحت خط الفقر، ما غير عدم نحكيكم على الفقر المدقع والناس اللي ماهيش خالطة اصلا باش توفر الاساسيات تاع عيشتها. تونس بعد الاستقلال تبنيت على الساحل والعاصمة اكاهو، وحسب تقرير البنك الدولي في 2014، وركز مع المعلومه اللي باش نقولها لك، فانه 85% من البي بي يعني الناتج الداخلي الخام ونص سكان تونس موجودين في 3 مدن كهو اللي هما تونس سوسه وصفاقس. اما الحرقه ما عادش للفقير والبطال كهو، وفي الاعوام الاخرى ولينا نراو الناس مريقله وجوها باهي، اما كمان قاعده تحرق. وهذا اللي عادينا للسبب الثاني، وانه برشا تونسه ما عادش عندهم امل في البلاد، وما عادش مشكله فلوس كهو، اما ستيل دو في وين الناس تحس رواحها مخنوقه وتعيش في حبس كبير اللي ما عندهمش فيه قدر، والقانون ما يتطبق كان على الضيق. الانتماء ماشي ويضعف، وثنية لمبادوزة ماشي وتتعب. برشا عبيد عايشة في البلاد اما متحسش روحها تنتمي لتونس وما تحبهاش اصلا. اللي ينتمي لحونتو، اللي ينتمي لجمعية متاع كورة، اللي ينتمي لجهة من جهات البلاد في اقصى الحالات، اما ما ينتميش لتونس. وقت اللي دخلت المرحلة ذيك تولي ما عادش عايش في تونس، على خاطر بدنك يبدا موجود لهنا اما مخك في ايطاليا ولا اوروبا، تبدا عايش بين صورهم واخبارهم. وصدقني فما برشا دراسات وناس قارية حكيت في الموضوع هذا بالذات. بالنسبة لبرشا عبيد أزمة الكورونا هي القطرة اللي فيضت الكاس، وبدخول الصيف والبحر راكح نلقاو رواحنا في الموسم السنوي للحرقة. شقف ورا شقف وجروب ورا جروب شدوا ثنيتهم لإيطاليا، وبالرغم من العدد الكبير إلا أنه فما أكثر من 240 عملية حرقة شدهم الحرس البحري في نفس الشهر. أما كيف ما يقولوا اللي يسرق يغلب اللحاح. الحرقه ولات سهله واكسيسيبل وتطورت كيفها كيف اي حاجه اخرى بالتكنولوجيا. تنجم تعرف الرياح والمطر في اي بلاصه تحب عليها انت، نجم تعرف البحر وقتاش باش يهيج وقتاش باش يركح، غير هبط ابليكاسيون
وانطلق. الناس اللي تخمى في الحرقه واللي تعرف لي ديتاي الكل من الموتور للشقف للي تحب انت. ونفكركم بالاتليت التونسي اللي هبط يترينا بالفوال نتاعو كيف قال البحر راكح والريح معاونته شد ثنيته وانطلق لطاليا وخلط في ظرف سويعات. اما تصدقوا كان نقولكم انه طلين كانوا يحرقوا لتونس في الثلاثينات. فما طلين خاصه في الجنوب هربوا لتونس من نظام الفاشي نتاع موسوليني. وفي الحرب العالميه الثانيه زاده فما برشا طلين هربوا لتونس. حتى بعد الحرب فما ناس حرقت من سيسيليا وهبطت في قليبيا بعد ما قطعت من الفقر والميزيريا. وكانك مش مصدق شوف الارتيكل هذا شي يحكي. بعد الاستقلال ما كانش فما حرقة لإيطاليا وأوروبا على خطر الحدود كانت محلولة وما تستحقش تكسير رأس. وكلنا نتفكر كبار الحومة يحكيونا كيفاش كانوا يهبطوا في الصيف لفرنسا ولا لأوروبا باش يخدموا ويروحوا. وحتى فما شباب في السبعينات والثمانينات كانوا يمشيوا لباليرمو ومارسي يعملوا تحويسة ويروحوا. لا تستحق الأوراق لا صبدوا سيك في التيليس لا حتى شيء. أما في بداية التسعينات تبدلت المشامية وقت عمل الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنغان. وعلى ذيك عام 98 إيطاليا خرجت القوانين اللي عملوا به ما يسمى مراكز إيواء المهاجرين ولا تشنترو. وحدوا زادة كيفاش يتعاملوا مع الحارقين وهل يسيبوهم وإلا يروحوا بهم. وكيف كيف القانون هذا ما وقفش الحرق. بعد سنين ضغط وبالضبط في 2004 تونس تخرج قانون اللي فيه حبس واختيال أي واحد يدخل ولا يخرج من الحدود خلصة ولا حتى يعاون ويسهل والمشتقات هذيك الكل. لكن القوانين هذم وصراماتهم يميحهم على رياح صنون السياسات الموجودين في أوروبا ولا تونس وصنون الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول بين سيب اللعب ولا شد وكبس. على خاطر كما قال خونا الحكيم الصيني لو تسو الله يذكره بالخير كل ما تزيد تعمل قوانين وتشريعات باش تقيد العباد كل ما الناس باش تستنبط لك حاجات جديده باش تسكيفي بالقوانين هذيا. كيف ما يقولوا طبيعه الانسان تغلب والقوانين هذيا ما تنجمش تفسخ عاده حياتيه عندها درقه قديش من قرن واللي هي الهجره في المتوسط وخاصه بين تونس وايطاليا. خاصه وقت اللي ما تحاولش وتشوف علاش العباد هذيا قاعده تحرق وتصلح العروق قبل ما تقص الراس. فينالمون نحب نقول لكم وانه الحرقه في العالم راهي بالرسمي معزله خاطر من جهه نلقاو الميثاق العالمي الحقوق الإنسان اللي يقول وإنه أي عبد عنده الحق إنه يخرج من بلاده. من جهة أخرى فما حاجة اسمها السيادة اللي تخلي أي دولة تعمل اللي تحب عليه داخل حدودها. ولهنا نتسأل شكون يتبجل الإنسان وحقوقه ولا الدولة وسيادتها. إن شاء الله تكون عجبتكم أول حلقة في التركينة. ما تنساش باش تعمل جيم وتحط لنا رأيك في الكومنتير وزيادة باش تعمل سبسكرايب وتبعثها لأصحابك. سينو نشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي. Thank you.